باستمرار العد التنازلي لموعد إجراء الانتخابات النيابية، تكثف المفوضية جهودها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإقامة ورش خاصة بتمكين النساء سياسيا وتدريب منظمات المجتمع المدني ووكلاء الأحزاب لزيادة التوازن بين الجنسين عبر صناع القرار وإدراج الخطط والقرارات الخاصة بتمكين المرأة في الانتخابات المرتقبة، فضلا عن تسخير جهود الجهات الحكومية والمدنية لإجراء الانتخابات بشفافية. تمكين المرأة سياسيا وبالتعاون مع المفوضية ومنظمات المجتمع المدني. الحقيقة كما تعرفون أن المنظمات المجتمع المدني هي شريك أساسي مع المفوضية فيما يتعلق بالحدث الانتخابي المرتقب في 10/10/2021. مضمونه هو تسليط الضوء على قانون الانتخابات، الفرق بين القانون النافذ والقانون السابق الملغى والدوائر الانتخابية، المكونات، كوتا النساء. اللجنة العليا لدعم مشاركة المرأة سياسيا المشكلة بموجب الأمر الديواني 32 لسنة 2021 تؤكد أهمية المشاركة الفعالة للنساء في الانتخابات. 50 منظمة مدنية إضافة إلى ممثلي الأحزاب تعمل المفوضية على استثمارهم في تثقيف الناخبين حول النظام الانتخابي وإجراء الاقتراع والعد والفرز والطعون. هذه اللجنة مشكلة من عدة جهات: مستشارية الأمن القومي، مفوضية الانتخابات، هيئة الإعلام والاتصالات، الأمانة العامة لمجلس الوزراء. هنالك برنامج ضخم ومتكامل في كيفية تقديم الدعم للمرأة المرشحة. هذا البرنامج يتكلم عن تثقيفها انتخابيا ورفع الوعي الانتخابي للمرأة المرشحة، تثقيف تلك الفئات على إجراءات الاقتراع وكذلك قانون الانتخابات ونظام احتساب كوتا النساء وكذلك كوتا الأقليات. وتؤكد المفوضية أن الانتخابات ستجرى بموعدها المقرر، لا سيما بعد نجاح عمليتي المحاكاة وطباعة البطاقات التعريفية للمراقبين المحليين والدوليين وإكمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية. ميثم الجناحي، العراقية الإخبارية، بغداد.